أم قتلت أولادها الأربعة دون قصد. أرادت الزوجة أن ينام أطفالها الأربعة بهدوء وتنام هي، فقد كان اثنان منهما مصابين بالكحة أي السعال، ولأن الأطفال لا يستسيغون طعم الدواء ويرفضون تناوله إلا بالإجبار، فخطر في بالها أن تعطيهم دواء الكحة أي السعال مع الحليب، فجلبت قنينة دواء السعال ووضعت منه قليلا مع الحليب، وأعطت كل واحد من أولادها الأربعة الاثنان المصابين بالسعال والاثنان السليمان كوبا حليب مع الدواء فشربوه. وجاء الأب بعد أن نام أولاده الأربعة وكان متبقيا في آنية الحليب قدرا من الحليب، فأفرغته الأم في كوب وقدمته لزوجها ليشرب الحليب، لأنها اعتبرت أن دواء الكحة مع الحليب له فائدة، فشرب الأب ربع الكوب وترك الباقي لأنه لم يكن راغبا بالكوب بكامله، وإذا به وبعد مرور ربع ساعة أوجعته بطنه وذهب إلى الحمام، وعند خروجه قال لزوجته: مذاق الحليب متغير وفيه شيء غريب. فقالت له الأم أنها خلطت معه دواء السعال، وسأل زوجته حالا: هل شربوا الأطفال من الحليب؟ فأجابت: نعم. وذهب مسرعا إلى أطفاله الأربعة وحاول إيقاظهم واستنجد بالإسعاف، ولكن كانت نومتهم هي الأخيرة ليس بعد استيقاظ، رحمهم الله جميعا. وبعد سؤال الأم وأخذ علبة الحليب وعلبة دواء السعال إلى المعمل الجنائي، وجدوا أن الحليب المجفف سليم وغير مسموم، وأيضا وجدوا سائل دواء السعال سليم وغير سام. وبعد متابعة الفحص الجنائي والتحقيقات والاستعانة بخبير صيدلاني بحسب نصيحة قسم الطبيب الشرعي للمعمل الجنائي، اتضح أنه لو أضيف دواء السعال إلى الحليب يتحول الحليب إلى سم قاتل. من تلك الحادثة إلى الآن والأم بحالة نفسية يرثى لها، قتلت أطفالها الأربعة بيدها. واحذروا أنتم يا أصدقائي من إضافة أي دواء إلى أي مشروب، فربما يتحول إلى سم فتاك وقاتل تفقدون به فلذات قلوبكم. الرجاء نشر هذا الفيديو لكل من عنده أطفال، انشرها لتصل الفائدة لغيرك. أدوية السعال قاتلة بعد شرب الحليب أو قبله أو شربه مع الحليب. إذا أعجبك هذا الفيديو ووجدت به فائدة لا تحرم غيرك من المعلومة، وإن لم تكن قد اشتركت في القناة بعد اشترك الآن لكي يصلك كل جديد، ولا تنسى أن تضغط على جرس الإشعارات.